السلام عليكم، معكم مقدم ديال دار الضيافة. احنا كنخدموا الدقه المراكشيه، الفولكلور الهواري، الفن العيساوي. المهم احنا دخلنا لهذا الدومين هذا، كما كتعرفوا الدقه المراكشيه راه كلشي كيعرفها. كنخدموا المهم جميع الاعراس المغربيه والحفلات. قلنا احنا جروب بحال الخوت، الحمد لله كنخدموا هذا الشيء على اساس اننا في المرتبه الاولى، بعدا كنخدموا باش نفوجوا نرسوا واحد ستريس ديال الخدمه ونفرحوا. كما كتشوفوا دابا جينا لدار العجزه، جينا باش نفرحوا هاد الناس. هادو هاد الناس ديما كنجيو عندهم، ولينا الشرف اننا نجيو عاوتاني ونجيو مره اخرى. ما عندنا حتى مشكل فيما تكون شي مناسبه بحال هكا باش نشوفوا هاد الناس، حيت كنعتبروهم بحال والدينا، ماشي غير بحال والدينا، والدينا. كنفرحوا واخا كيبقى فينا الحال، مي كنحاولوا اننا ندخلوا عليهم واحد شويه ديال البسمه اللي تنسيهم في هاد المعاناه اللي كيعيشوا ديال الفقدان ديال الابن ولا شحال. المهم كاينين مسائل كثار كيتعلقوا بهذا الجانب هذا، داك الشيء علاش كنسميتو كنجيو، ولينا الشرف اننا كنجيو مع المبادره ديال قافلتي. هذه ماشي هذه المره الاولى ولا الثانيه، هذه بزاف ديال المرات اللي كنجيو مع المبادره هذه، ولينا الشرف. وكما قلت لك وغنعاودها، هاد الناس هذو كنعتبرهم والدينا. ما نكذبش عليك، انا بالضبط والدري اللي معايا في الجروب اللي مؤسسين هذا الجروب هذا، كنقول ليه مرارا وتكرارا، كنقول ليه باغي نمشي ولكن الا كنجي لهنا كندي غير بحال كيبقاو فيها الناس بزاف. والله العظيم كون لقينا شي حاجه نديروها اكثر من هكا ونكون درناها، والله العظيم ما زعما انا بالذات ما يسمحش ليا راسي اني نخلي الوالد ديالي ولا الوالده ديالي في شي بلاصه وبعاد عليا، شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل. وهاد الناس كيما قلت لك ديك الساعات، هاد الناس كنجيو لعندهم باش غير نفاجئو عليهم غير ولو شويه. وكم ملي كندخل لعندهم راه تشوف كلشي بعينيك، ملي غنخدموا راه ملي كنخدموا معاهم ولا شي حاجه راه حنا اللي كنجبدوهم لعندنا، كنحسهم اننا جايين لعندهم نفرحوهم، كنحسهم بلي حنا ولادهم. ما كنقولوش بلي جايين نخدموا على اساس اننا غنخدموا حنا واحد النشاط وغنمشيو، دونك لا، كنجيو نخدموا على اساس باش نتقربوا ليهم، ننسيوهم، نشاركوا معاهم هذه الاجواء الرمضانيه المهم نفرحهم ولو شي حاجه بسيطه. لحقاش اي حاجه درناها، كتشوف انت دابا ما بينك وبين والديك كدير لهم شي حاجه بسيطه، كتجي من النظر ديالك انت، واخا كتبان لهم هما كثيره ولا كما كيقولوا كتعطيه دابا شي حاجه رمزيه كتبان ليه هو شي حاجه بزاف، كتبان ليك انت قليله وهو كتبان ليه شي حاجه بزاف. داكشي اللي كنحاولوا نديروا مع هاد الناس، كنعطيهم واحد شويه اللي كيعتبروه هما بزاف، وهادشي اللي كاين اخويا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.